أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتل مواقع التواصل الاجتماعي اليوم مساحة كبيرة في حياتنا اليومية، وقد أخذ الأدباء يتفاعلون معها وينشرون عليها كتاباتهم. فكيف كان تأثير الشعر العاشورائي على هذه المواقع؟ ومن جهة مقابلة كيف أثرت هي فيه؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عليها مع ضيفنا الشاعر المهندس فادي حدرج ضمن حلقتنا اليوم تحت عنوان الشعر العاشورائي ومواقع التواصل. كونوا معنا. لا شيء عندي وقد ضاقت بي السبل سوى دموع التي ابيضت بها المقل. أخاف ترفضني لو جبت معتذرا وأنت وحدك من لي عنده أمل. أخشى إذا كان عذري لا يبرر لي وبان أقبح من ذنبي فما العمل. واستحي منك لو ناجيت واعيتي واستحي منك لو ناجتك واعيتي يكاد يقتلني من اسمك الخجل. كرهت نفسي بعيدا عنك ولتركم أضناني البعد واستشرت بي العلل. أهادن الروح بي كي لا تفارقني ولم أزرك إذا وافاني الأجل. فليت تعلم أني ما رأيت دما إلا تذكرت من في كربلاء قتل. وليت تدري بأني ما مسكت يدا إلا وقلبي على العباس يشتعل. وما نظرت إلى نهر ولو صورا إلا حسبت مياها ما بها بلل. وليت تدري بأني ما مسكت يدا إلا وقلبي على العباس يشتعل. وما التقيت بفرسان وأخيلة إلا شعرت بصدري تحتهم ركل. وما نظرت إلى نهر ولو صورا إلا حسبت مياها ما بها بلل. كم كنت أودع في الزوار من وجعي فليت تسأل من زاروك ما حملوا. كم كنت أودع في الزوار من وجعي فليت تسأل من زاروك ما حملوا. عساه يأتيك عن حالي بهم خبر وعل بعض الذي عانيته يصل. لا تأخذني بجهلي حين أطمعني بمن أحبوك عفو رغم ما جهلوا. فلا أقدم عذري عن مكابرة والمحبين أعذار لما فعلوا. حملت في القلب من حب ومن شغف ما كان يحمله أصحابك الأول. لو يبصرون الذي في أعيني لعموا أو يعلمون بما في مهجتي ذهلوا. ما كنت أرجو من الدنيا سوى قدم تسعى إليك ولكن هدني الشلل. طيب الله أنفاسكم الأستاذ والشاعر والمهندس فادي حدرج، أهلا وسهلا بكم في دمع القصيد. عظم الله أجوركم وأجورنا إن شاء الله. في بداية الحديث عن مواقع التواصل، كيف ترى أستاذ فادي يعني تأثير مواقع التواصل على الشعر العاشورائي؟ يعني هل ساهم في تطوره أم على العكس يعني ساهم في ترديه؟ اختلف الزاوية التي ننظر إليها بالشعر العاشورائي من أي منطلق. بطبيعة الحال أصل الانتشار وأصل إثارة أجواء عاشوراء بمواقع التواصل الاجتماعي من شعراء مهما كان ما بحب أحكي بلغة المستوى أو لغة مهما كان
ثقافتهم أو تمكنهم من الشعر نتيجة اختصاصهم نتيجة اهتمامهم الزايد بهالموضوع. بكفاية وقت المسألة بس من باب الاهتمام بالقصيدة أو بالشعر. ما فينا ننكر أنه يضفي جو فيه مساعدة ويساعد على تطور ونمو الشعر الحسيني في الوسط العام، لأنه بالنهاية ما فينا نختار فقط النخبة وتعوا أنتوا هول النخبة اللي بتكتبوا شعراء التي ساعدتهم أحيانا الظروف أن يكون لهم دور حيوي بإحياء مراسم عاشوراء من خلال الشعر أو اللطم أو القصائد العزائية. ما فينا نحصرهم فيهم، ما نترك مجال للناس للعامة، نترك مجال لطاقات شبابية، طاقات طلابية، طاقات مثقفة. هل هي موجودة هذه الطاقات؟ طبعا وبكثرة. أنا صادفت كثير من الشعراء اللي حضرتك واحد منهم. راسي الله يخليك. تعرفت عليهم من مواقع التواصل الاجتماعي اللي شعرهم يعني ترفع له القبعة مثل ما بيقولوا. كشعر، كمفاهيم، كثقافة، كصور أدبية. لا أبدا. أنا بقول إنه برغم إنه هلا بكل بالنهاية هذا عالم مفتوح، يعني كل إنسان بحب يكتب اللي بيطلع براسه، والناس أفكار كل أحد عنده فكرة بده يطرحها. ما فينا نحدد لكل المجتمع طبيعة اللغة. كل فرد بالمجتمع طبيعة اللغة اللي بحب يطرحها أو الفكرة اللي بحب يطرحها بالصيغة اللي تجي على المسطرة. يعني بالنهاية هيدا حالة شعبية. ثورة الإمام الحسين بحد ذاتها كانت صحيح كانت من نخبة الإمام الحسين وأصحابه، ولكن كانت بحد ذاتها ثورة للشعب، ثورة شعبية لتحرك الناس كل إنسان بما يشعر فيها وكيف بيقدر يعبر عنها. صحيح أستاذ. طيب في الجهة المقابلة، يعني إذا أردنا عكس السؤال، هل من تأثير ملحوظ للشعر العاشورائي على مواقع التواصل؟ جدا جدا. كيف؟ يعني هون بترجع للمتابع بحد ذاته. بتلاقي يعني هلا البعض ما بيعني الأمر إنه يتابع بعض يعني هيدي الأجواء. بتفوت على صفحة يعني بصفحته ما بتحس إنه بيطلع شيء خاصه بعاشوراء خاصه بالله، ولكن ثورة الإمام الحسين أو عاشوراء بحد ذاتها هي جو عام يفرض على الإنسان أجواء ومشاعر بتلاقيه تلقائياً بده يتوجه إلى ما ينسجم مع هيدي الأجواء الحزينة، أجواء عاشورائية، أجواء العزاء، أجواء اللطم. طبعا مواقع التواصل الاجتماعي كان لها أثر كبير جدا بتفعيل عاشوراء في كل بيت، في كل منزل، في كل حتى على المستوى الفردي كشخص. عرفت كيف؟ من الطبيعي جدا انه ما فينا ننكر فوائد بالنهايه، لانه هلا العالم كله من الضروري جدا نتماشى مع عصر السرعه وعصر التكنولوجيا، مع الميديا الموجوده بالنهايه. صحيح. اللي كان بالزمان اللي كان يغني كان يغني على ميكروفون، اوكي كنا احنا ننشر على ميكروفون، كنا نلطم على ميكروفون، بعدين تطوروا اكثر صاروا يغنوا باستديوهات. طيب اوكي صار في استديوهات، صار في بعدين صار في محطات تلفزيون، صار عندنا محطات تلفزيون، صار في اذاعات، عندنا اذاعات، اذاعات الايمان وغيرها، في سوشيال ميديا، صار عندنا سوشيال ميديا. لابد انه نكون مواكبين حركه البشريه بهذا بالميديا معهم حتى نقدر توصل فكرة. يعني ما نكون نحن عم نغني موال على راديو صغير، يعني
بعد عم غني عليه بالوقت اللي العالم ما عاد عم تسمع له او ما عاد عنده اياه اصلا. صح. طيب بدي اسالك استاذ فادي، هل هذه مواقع التواصل هذه هل ساهمت في التقريب بين الشعراء بين بعضهم يعني، ام انها ساهمت في ابعاد المسافه؟ بعطيك مثال. تفضل. انت وانا. نعم صحيح. انت شعر من تعرفت عليك؟ عبر الفيسبوك. صحيح. على انا بعرف والدك اكيد من قبل. الله يخليك. قصدك شخصيا يعني؟ ما شاء الله المعرفه تمت. ولكن كشاعر حضرتك ما حقعد سمي. نعم نعم. بعض الشباب الناشئه ما شاء الله عليكم مبدعين يعني. بس بالمجمل طبيعي جدا انه الردود، بس شوف قصيده جميله لشاعر كتبها، كم ردود حكى معك كرمال. صحيح. كرمال تكتب له قصيده او تكتب له رشيد. مزبوط. او قال لك حابب هيدي القصيده بتلقيها بعزاء. انا ساعود الى موضوع الربديد ومجالس العزاء طبعا. فطبيعي جدا هذه المواقع، هيدي المواقع اعطت نوع من التواصل ما بين في هلا كل شيء فيه بروز اند كونز، كل شيء فيه سلبيات وايجابيات. بالنهايه يعني بدك تتقن كل شيء، مش بس السوشيال ميديا. صح. مش بس الفيسبوك وتويتر اي عالم فيه سلبيات وفيه ايجابيات. مزبوط. يعني حتى التجاره، حتى الشغل، المدرسه، الصفوف، التعليم، كل مجالات الحياه، كل مجالات الحياه فيها هيك وفيها هيك. فهذا واحد منهم. هلا هون بيجي دور انك تقدر تثقف هالبيئه، هالمجتمع، ما بحب تعبير كلمة تثقف كمان أيضا، لأنه فيها نوع من التمييز ما بين بعض النخب وبعض الذين يعتبرون أنفسهم يثقفون. امبارح كنا بموضوع مع الدكتور عادل يونس، عم نحكي بنفس الفكرة. نوجه له تحية طبعا. الله يسلمك ويخليك. إنما الفكرة بشكل عام على أئمة هذه الأمة، توعية العامة اللي هني مثلنا، لحتى نقدر نقدم الأفضل فيما يخصنا. نعم طبعا. سنعود للحوار أستاذ فادي. نود أن نسمع منكم نصا آخرا في الإمام الحسين عليه السلام. تفضل. لأجلك يا رب قلبي وصدري خضيبان قربي، وفوق فمي من بقايا دمي على الجرح آثار حبي. إلهي اختصرت اشتياق المآقي لرؤياك بالدمع عند الرحيل، تركت العيال ابتغاء لوجهك حيرى يتامى وأنت الكفيل. لقد هان ما حل بي أنه في هواك انتهى بي إليك السبيل، فلو قطعوني في الحب إربا لغيرك ما راح قلبي يميل. أتيتك رأسا على الرمح أروي عن القلب قصة حب جميل، وما أجمل الحب عند التقاء الحبيبين بعد انتظار طويل. لأنك أقرب للقلب مني رموه بسهم الردى من بعيد، لأنك أغلى من العين عندي أرادوا بها كل نيل زهيد، لأنك مسرى دمي أغمد السيف في النحر واحتز مني الوريد، لأنك في أضلعي تسكن القلب داسو على الصدر فوق الصعيد. فإذ كلما ازداد في الجسم نزف لجرح إليك اشتياقي يزيد، وما أروع النزف في مشهد العشق لله عند احتضار الشهيد. الله الله، رائع جدا أستاذ فادي. نحن نشير هنا إلى أعزائنا المشاهدين أن هذه القصيدة كتبت للمشاركة في عاشوراء هذه السنة. صحيح؟ صحيح. يعني احتمال ردود الحاج يحيى حضروج. الردود يحيى الحضر ان شاء الله بعشرة. كل التوفيق ان شاء الله. في العوده الى موضوعنا، كنا نتحدث عن الربديد ومجالس العزاء وهذه الامور. اريد ان اسال ما مدى فاعليه مواقع التواصل الاجتماعي للتقريب بين الربديد وقراء مجالس العزاء من جهه والشعراء من جهه اخرى؟
من الطبيعي جدا مواقع التواصل الاجتماعي بطبيعة الحال هي مواقع تواصل، بطبيعة الحال اسم على مسمى، يعني حين يكون بدك تتعرف على شخص معين، على مطلق إنسان، سواء كان صديق أو سواء كان عامل بمجال معين أو مؤثر بميدان معين، يعني هل ترونها فعالة أكثر من غيرها؟ تبحث عنه. هلأ مكانية فعاليتها كفعالية هي فعالية التعارف كبداية، كبداية نتعرف على شعراء، لأن أي ردود حابب يكون عنده أو ينتج بعض مراثي أو الأطنيات للإمام الحسين عليه السلام، في طبيعة الحال بده يحاول يتعرف على شعراء. من وين بيقدر يحاول الآن يتعرف على شعراء؟ بالقبل كان في مثلا نخبة بسيطة معروفة وين تواجدها، أو بتصير على مستوى التعارف الفردي أو الشخصي. الآن صار هالميدان مفتوح، بيقدر يشوف مثلا بحال شاف شاعر، بحال شاف شاعر عنده طاقة أو عنده قدرة على الكتابة، كلام مؤثر يصلح أن يصبح لطنية، بتلاقيه بيتواصل معه بيسلم عليه، كيفك والله أنا حابب، عندي صوت، عندي أداء، قادر أقدم، حابب أقدم شيء لعاشوراء، إذا في مجال تزودنا بشيء لطنية أو بشيء كتابي أو ما إلى ذلك. فطبيعة الحال مواقع التواصل هي من هلأ الآن من أهم الميديا اللي ممكن يستخدمها الإنسان للتواصل مع الآخرين. طيب طبعا أستاذ فادي، يعني حضرتكم لكم الباع الطويل في كتابة اللطميات والأناشيد وقصائد العزاء، فمن هذا الباب أريد أن أسأل أنه لفترة زمنية طويلة شهدت مجالس العزاء تكراراً للقصائد الحسينية، فاليوم هل تشهد هذه المجالس تجديداً ما في القصائد الملقاة؟ هيدي مشكلة حقيقةً، هيدي مشكلة أنه أخذت صبغة، هي لأنه الأسلوب الذي بدأ فيه تعليم قراءة العزاء بدأ بكتيبات فيها نصوص شعرية استخدمت ودرجت، فصارت أشبه من نوع من التكرار. يعني بتحث مثلا بمجلس السيدة الزهراء عليه السلام بتلاقي في قصيدة معينة بده يبدأ فيها المقرئ العزاء، يعني هن قصيدة أو قصيدتين بالمجمل، بنهاية المجلس في كم أبوذيات عراقيات بيقولهم، يعني صاروا أشبه بنوع من التكرار. هلا ما عم اقول اني شيء سيء، لا ابدا، انه ولكن التنويع والتجديد، تقديم الافكار الجميله، الافكار الاخرى، افكار حلوه، وهن افكار حلوه ايضا طبعا، ولكن لانه اخذ الصبغه، اخذ الطابع معين، انه هذا المجلس العزاء هو هيك، واسهل على القارئ العزاء وأسهل على قارئ العزاء أنه يرددهم، يتعلم عليهم لأنه موجودين بيسمعهم بالمجالس درجة بهالعادية. بس مؤخرا لا، صار في تغيير، صار في نوع من التغيير، صرنا نسمع قصائد جديدة، بكل مجلس عنده قصائد مختلفة عن المجلس الآخر، حتى لو كان عن نفس الإمام أو نفس المعصوم أو نفس المرثى أو نفس المضمون. في نوع من التغير، في نوع من التبدل. أنا من النوع اللي بحب قارب عاشوراء أو قارب مجالس العزاء إلى الواقع أكثر مما تكون صار التاريخي. يعني أدخل الشهداء بقصصنا، بالأخص المجلس العزاء حين تحدث الشيخ أو المقرئ بفترة ما بين القصيدة العزائية والنهاية بيحكي عادة كلمة بالنص. من الضروري نحاول
إدخال مفاهيم حركة الإمام الحسين عليه السلام في واقعنا الحالي، الشهداء اللي استشهدوا اللي كانوا عم يلفظوا يلهجوا بذكر الإمام الحسين عليه السلام عند استشهاده، عند استشهادهم اللي كانت أحد أهداف أو أحد أسباب وأهم دوافع استشهادهم هي تمسكهم أو ما تشربوه من ثورة كربلاء أو من ثورة الإمام الحسين، ضروري هو اللي يتفاعل يتقدموا بمجالس العزاء عبر قصص، عبر قصائد، عبر أي طريقة ممكن توصل الفكرة. أستاذ فادي، نحن أسعدنا جدا في هذا اللقاء الجميل، ولكن قبل الختام نريد أن نستمع إلى القصيدة الأخيرة في هذا اللقاء. عود على بدء ما أبقت لي الدنيا، فعاديات النوى لم تبقي لي شيئا، أستعطف الأمس من أطراف ذاكرتي، وأرتجي من على تذكاره أحيا، وأستهل صباحاتي بناجية لما رأيت عساها تصدق الرؤيا، لي ذكريات بدار كان من حلم، وكنت نسيا وكانت الدار منسية، كنا على جرف نقطات من شرف، نعيد نسير بين متاهات الدجى عميا، كنا على جرف نقطات من شظف، نسير بين متاهات الدجى عميا، يسومنا خسف من يقوى ونجرع من كؤوسه الموت والإذلال والخزي، مشردون بلا حام نلوذ به ولا نصير إليه نشتكي البغي، كان الحسين لنا أمسا وليس غدا، واسم زينب يعني الصبر والسبيا، وكان يدفن قتلانا بأضرحة بلا شواهد لا ذكرا ولا نعيا، كنا نعزي أهاليهم بفاطمة، كنا وكنا وكنا لم نكن أحيا، حتى يد الله مدت عشرة ليد فأمسكتها وألقت عندها الوحيا، أطل وجه أرانا الصبح في قبس من النبوة يسعى بالهدى سعيا، فأصبحت الدار حصنا في عباءته وألبستنا يداه عزها زيا، بعد الخميني بدلنا الزمان إلى صرنا وصرنا وصرنا كفنا العليا. الله الله، أحسنتم جدا الأستاذ والشاعر والمهندس فادي حضرج، أنرتم هذا اللقاء ونشكر هذه النصوص الرائعة أيضا التي تفضلتم بها. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج دمع القصيد، وموعدنا في حلقة أخرى إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي.